هاي هاي هاي، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جايبه لكم مجموعه من اللوكات، بس قبل ما اقول لكم اي حاجه، يلا ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير للقناه عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات. يلا بينا نبدا. النهارده جايبه لكم لوكات حلوه جدا. يلا درجات الروز بنحط، يلا بليشر وبنسحب ونحط روج وفيكس على الوش عشان الميك اب، وناخد يلا لوك تاني جديد. درجات الروز بس درجة اهدى شوية من الدرجة اللي قبلها، وبتسحب على عظمة الخد عشان يبان شكله طبيعي، وبتحط على المناخير عشان يبان اكتر ان هو طبيعي، ونحدد الشفايف بقلم تحديد اغمق من الدرجة اللي انت هتحطيها على شفايفك عشان يبين شكل جمال شفايفك، وبعدين تحطي الليبستيك بتاعك او الروج السائل، وبتاخدي من البليشر وبتحطي على الروج السائل بالطبطبة كده زي ما انتوا شايفين، ويدي شكل طبيعي وكده. وبعدين بنحط من نفس الروج درجة تانية على العين وبنسحبه، بنحط بليشر فوقه وبنحط بليشر على الخد برضو درجات من الروز، وبنسحب لفوق وبنرجع نحط لابستيك نفس الدرجات برضو او درجة اغمق او عن اللي احنا حاطينها في الخدود. يلا ناخد اللوك التاني، وده انا بحب اللوك الاقرب لقلبي، هو اللوك المدي على خوخي شوية او بنيات، والدرجات دي بتبقى حلوة. بنحط فاونديشن كونسيلر تحت العين ونكنسل، وهنرسم الحواجب بالتمشيط زي ما انتوا شايفين، شعرة شعرة، وبليشر على الخدود، وشادو فوق العين بيكون نفس درجة البليشر او اغمق شوية، ونحدد شكل العين ونحط ماسكارا ولابستيك نفس البليشر وبس. يلا اللي بعده ممكن نحط احمر. يلا درجات الخوخي تاني، فاونديشن برضو زي ما انتوا شايفين كده، كونسيلر تحت العين زي ما انتوا شايفين برضو، بليشر ونسحب لفوق وشادو فوق العين، ونحط ما ننساش نحط على المناخير عشان تبان انها طبيعيه، وما ننساش الهايلايتر السائل ونحطه فوق العين، وتاني نسحب على الشفايف ونحددها ولابستيك وبس. اشوفكم في فيديو جديد وريفيو جديد ولوك جديد. باي.